ليس الحق الكل محال ونهزم الأعداء في ساحات القتال فننقي للأشرار دروسا في معاني النضال فنحن فرسان النزال فيروسات تبي الأرض والحياة بعزم من حديد سنواجه الطغاة أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة ويلناكم يا أعداء الحياة نحن هنا جيوشكم لن تمر نحمي الحمى نحن ناقص ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر نحن هنا جيوشكم لن تمر نحمي الحمى نحن ناقص ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر الخير دوما في النهاية يصر هناك صدع في الهيكل هيا إلى الداخل إنها رائعة احذروا من النباتات قد تكون سامة هذه تبدو أثرية ماذا تظنها يا أبي؟ يبدو أنه طوطم والنقش يرجع للسكان الأصليين إنها أكثر من طوطم يبدو وكأنها مدخل ما ماذا ننتظر إذن لنقم بفتحه؟ انتظر لا داعي للعجلة قد يكون فخاً مذهل أنا لدي شكوك هيا لنستكشف إنها رائعة حقا كجنة على الأرض يا له من منظر أتساءل كم ارتفاع هذه الأشجار لابد أنها لا أعلم إنها مرتفعة جدا وانظر إلى هذه الأوراق أنا لم أرى مثل حجمها من قبل هذه الفصيلة من الطيور انقرضت أتساءل كيف استطاع هذا الطائر النجاة أعتقد أن هذه المنطقة غير الملوثة ساعدت الطائر على البقاء حيا من كان يتخيل هذا؟ واحة خلابة غير ملوثة مخفية في هذه الصحراء ربما تسمى هذه المنطقة رودينيا كالاسم الموجود على السفينة رودينيا؟ أجل أبي تعال إلى هنا وجدت شيئا مثيرا ربما هذه الواحة ليست غير ملوثة كما توقعنا ما هذه برأيك؟ إنها آثار فيروس لسنا وحدنا هنا؟ لهذا احتاجوا لرجل حكيم كيف استطاعوا إيجاد الحكيم في راهيندي؟ صدفة غريبة حصلوا على تلميح أتوقع أن المنظمة كان لديها هذه المعلومات الغزو؟ أوكتافيا لهذا اقتحموا النيوس من البداية بدأت تتوضح لي الأمور الآن لكن هناك الكثير من خططهم لم تنكشف بعد على ما يبدو أن هذه الواحة فيها المفاتيح لمستقبلنا علينا أن ندافع عنها أؤيدك علينا حماية النباتات والحيوانات البديعة هنا قبل أن تدمرها الفيروسات أنبوب اختبار لنرى ما الذي نواجهه أصدقاء علينا إيقافهم من أين نبدأ؟ نحن هدف سهل هنا علينا أن نجد خطة ما المكان غير آمن قد يكون فخاً سنتولى الأمر من هنا أود أن أشكركم على المساعدة سنبقى فلولانا لما وجدتم هذا المكان الوضع خطير جداً أنا وباكي نعرف هذا المكان بالتأكيد ولكن أرفض أن تخاطرا بحياتكما لكنكم أكثر عرضة للخطر
ماذا تعني باكي؟ من الخطر أن تكونوا بلا دليل. لدي وجهة نظر، سنبقى. حسناً، 4-1، لكن يجب أن نبقى معاً كمجموعة، موافقون؟ أنتم في الفريق. هذا المكان رائع فعلاً. تارة نكون في غابة استوائية، وتارة أخرى نكون في صحراء قاحلة. أتساءل إدوارد إن كان التغير في الطبيعة يعتبر دليلاً ما؟ أنا متأكدة أن الفيروسات تترك وراءها طريقاً للدمار. مرحباً، هذه لك زهرة لوردة. شكراً جورج، جميلة جداً. دعيها جانباً. ولما أفعل ذلك؟ ثقي بي، قد تكون الأزهار سامة، لا نستطيع المخاطرة، ربما تلوثت بالفيروسات. أو ربما أنك غرت، مزاجه سيء. حسناً، إن كنت على حق، ستكون آخر أزهار تحصلين عليها يا أليس. السم الوحيد في المنطقة هو أنت، لذا ابتعد. هاي، أتسمعاني صوتاً ما؟ أي صوت؟ هل سمعت أنت شيئاً؟ لست متأكدة، صوت كالمعدن، أعتقد أنه جاء من جهة الأشجار، ربما أتخيل. أو ربما ذهنك مشغول بشيء آخر. ربما. كل شيء يسير وفق الخطة، فيروسات نهبت القرية وحددت موقع الحكيم. إذا تهانينا على النجاح، لكن لدينا مشكلة، أننا فقدنا الاتصال بهم. اشرح لنا هذا من فضلك. القمر الصناعي فيه مشكلة تقنية لا أستطيع شرحها، وكأنهم اختفوا فجأة. هذا يعني أنهم وصلوا إلى رودينيا. ها؟ ماذا؟ الواحة استشعرت قدوم متطفلين وتقوم بحماية نفسها. يا لذكائك، كيف تتحدث معي هكذا؟ ولماذا لم تتخذ إجراءات لمنعه؟ نيمارغو المخط، ماذا سنخبر سايدرنو عندما يتصل بنا؟ سننفق شيئا ما. حسناً، هل من أخبار؟ هل وصلت من الواحة؟ لكننا اقتربنا. فيروسات نجحت بتحديد مكان الواحة، وستستعيد ريكريبتوس قريباً. أخبرها أن تسرع، لا يمكن للبشر أن يكتشفوا الأمر ويقوموا بإحباط عملياتنا، مفهوم؟ علي أن أفكر بشيء ما. إذن هل فهمت؟ نعم سيدي، لقد كانت فيروساتي تحتفل بنجاحها الكبير مما أنساها الوقت. سيكون هناك وقت لاحق للاحتفال، أريد تقريراً خلال ساعة، وإلا سأقطع رأسك. عمل رائع. لا يوجد اتصال بيننا وبين قواتنا في الموقع، ولا توجد وسيلة لنعرف موقعهم. ماذا نفعل؟ فلنأمل أن تقوم فيروساتنا بواجبها. كايسيت بدا مضطربا. أعلم، أحسست به، أربعتهم يخبئون شيئا عني. ماذا تريد مني؟ حتى الآن لا شيء، أريد أن أرى إلى أين وصلوا بمهمتهم، وأن أخفق سأقضي عليهم. إذن يا أولاد، أتخفيان سرا عني؟ مثل ماذا؟ اكتشفتما هذه الواحة ولم تخبراني. نحن آسفان، هل تعد أنك لن تخبر أمنا؟ كيف وجدتماها؟ في أحد الأيام كنا نلعب سوياً وأحببنا أن نكتشف المكان. وجدنا السفينة المقلوبة وأصبحت مكان لعبنا المفضل. كم مرة أخبرتكما ألا تغادر القرية؟ نريد أن نصبح مستكشفين. مستكشفين عديمي المسؤولية. نحن آسفان جداً. سأدعكما هذه المرة، لكن في المرة المقبلة سأخبر والدتكما. حسناً جميعاً، حان وقت الاستراحة، لنسترح جميعاً.
لست متعبا. وأنا أيضا. أحتاج للاستراحة. إذن أين هي الفيروسات؟ لا وحوش ولا شيء. خاب ظنك؟ لا، لكنه غريب. بعد اكتشافنا للسفينة وتلك الأشياء اللزجة على الأوراق، توقعت أن يهاجمونا من اليمين والشمال. هدف الفيروسات هو السفينة، هذا ما كانت تبحث عنه منذ البداية. ذلك الأثر لم يكن مصادفة. أعلم أنها كانت هنا، لكن لا أثر لها حتى الآن. حدث خلل ما في خطتها. ديفيد، الهواء غير ملوث هنا، والنباتات صحية. ربما لا تستطيع الفيروسات العيش في بيئة صحية. أتعرفون؟ هذا يذكرني بما حدث في متنزه أوكتيفيا. في المتنزه؟ كانت إحدى المرات التي تحولت فيها إلى دايمر. أنا أغرق، علي الخروج من هنا. سأقضي علي. أنا أغرق. أشعر بضعف شديد. ما الذي يجري؟ مرت قواي فيها، ما المشكلة؟ إنها تطلق سراحي. لماذا؟ غير معقول. طاقتي، ماذا حصل لي؟ أكسجين زائد، الهواء النقي يسممنا، علينا أن نرحل من هنا وإلى سنموت. وهكذا أطلقت سراحي، أثرت البيئة فيها، وكأن الهواء النقي سممها. بالتأكيد، الفيروسات تسبب التلوث، ولا يمكنها أن تعيش في بيئة نقية. مادة صفراء علقت بحذائي. لا تلمسها، قد تكون مخلفات فيروسات. ضعها في أنبوب اختبار، وعندما نعود إلى صفية سنفحصها ونتعرف كيف تؤثر البيئة في تنظيمها. أسمعتم؟ إنه نفس الصوت الذي سمعته من قبل. يا أبطال، سنحقق المحال ونهزم الأعداء في ساحة القتال. سنلقي للأشرار دروسا في معاني النضال، فنحن فرسان المزاج. فيروسات تبيد الأرض والحياة، بعزم من حديد سنواجه الطغاة. أما الشيء الأكيد فلن نحن لهم هذه الجيبة. وين لكم يا أعداء الحياة؟ نحن هنا، جيوشكم لن تمر، نحن الحمى، لحم ناقص ومر بنزالنا، سنريكم ما لا يسر. نحن هنا، جيوشكم لن تمر، نحن الحمى، لحم ناقص ومر بنزالنا، سنريكم ما لا يسر. الخير دوما في النهاية يصبح.